الخميس 15 أغسطس لعام 2019، برج الحمل. مهنياً تحتاج للاستعانة ببعض الزملاء واستشارتهم في بعض الأمور الخاصة بعملك، لذلك لا تتردد. عاطفياً تعيش حالة من التفاهم والرومانسية مع الحبيب، مما يجعلك تفكر في الزواج وتكوين حياة جديدة بعد فترة طويلة من العزوبية. برج الثور. مهنياً تحصل على منصب جديد يناسب مؤهلاتك الدراسية وخبراتك العلمية، مما يساعدك على الإبداع والتميز. عاطفياً تلتقي بشخص ما تشعر بتشابه أرواحكم، لكن فكر قبل اتخاذ القرار بالارتباط حتى لا تكرر التجربة السابقة. برج الجوزاء. مهنياً تتعرض لبعض المواقف التي تثير استفزازك، ولكن بحكمتك تستطيع تخطي الموقف. عاطفياً غيرتك الشديدة على الحبيب تتسبب في توتر علاقتكم، لذلك يجب التعامل بحكمة وتفاهم. برج السرطان. مهنياً تحاول السيطرة على زمام الأمور بعيداً عن العصبية والتشتت والتعامل مع الضغط بهدوء. عاطفياً علاقتك مع شريك حياتك قد تواجهها بعض من المشاكل الصغيرة بسبب الضغوطات التي تمر بها. برج الأسد. من مواليد هذا البرج في مثل هذا اليوم الفنانة هدى سلطان، والفنان محمد فوزي، والفنانة مايا نصري، والفنان هاني مهنا، والفنانة سهام منصور، والفنان أحمد حبشي، والفنان تامر بيجاتو، والفنان ملحم بركات، والفنان محمد عبد العليم، والفقيه الدستوري والسياسي يحيى الجمل. مهنياً ابتعد عن الشد والجذب مع رؤسائك في العمل لتجنب الوقوع في المشاكل. عاطفياً علاقتك مع شريك حياتك في فترة ازدهار، وتحاول البقاء على هذا الوضع لأطول فترة. برج العذراء. مهنياً تقع في بعض المشاكل بسبب البرود الذي تتعامل به، لذلك عليك توخي الحذر. عاطفياً علاقتك مع شريك حياتك في فترة ملل، لذلك عليك التفكير في بعض المفاجآت التي تغير من مسار العلاقة. برج الميزان. مهنياً تحتاج إلى التطور ووضع خطة للعمل لكي تستطيع إنجاز ما عليك من واجبات خلال هذه الفترة، ولا تتعرض للمساءلة من أصحاب العمل. عاطفياً تمر بفترة مميزة مع شريك الحياة، مما يجعلك قادراً على حسم الأمور وتجاوزها، فهو يقدم إليك الدعم الدائم لكي تصل إلى ما تريد، فحافظ عليه. برج العقرب. مهنياً تحتاج إلى الدعم والمشاركة من أهل الخبرة حتى لا تتعرض للخسارة والوقوع في بعض المشكلات المتكررة التي تحبطك وتؤخرك في بيئة العمل. عاطفياً أنت تتميز بطابع رومانسي خاص تستطيع من خلاله أن تجذب شريك الحياة إليك وتعيش في أجواء من الحب والتفاهم. برج القوس. مهنياً تحتاج إلى الدقة والاهتمام ببيئة العمل حتى تستطيع أن تتعامل مع التطور الحادث في هذا المجال، فلا وقت للتأخير أو المجازفة. عاطفياً تشعر بالتردد وعدم القبول، فالخوف من المجازفة مع شريك الحياة قد يجعلك في مأزق قد يؤدي إلى نهاية العلاقة. برج الجدي. مهنياً تحتاج للتفكير والتخطيط لخطواتك القادمة حتى لا تقع في المشاكل السابقة وتنجز مشاريعك المؤجلة. عاطفياً يحتاج الحبيب منك إثبات مشاعرك له، لذلك حاول أن تقوم ببعض الأفعال لإثبات مدى صدقك وحرصك على استمرار العلاقة. برج الدلو. مهنياً تشعر بحالة من النشاط والحيوية خلال هذه الفترة، مما يساعدك على إنجاز الكثير من المهام المؤجلة. عاطفياً تشعر بالتوتر والقلق في حياتك العاطفية نتيجة سوء التفاهم بينك وبين الحبيب، لذلك حاول أن تتحدث معه في مختلف الأمور الخاصة بينكما. برج الحوت. مهنياً تتعرض للكثير من الضغوط في مجال عملك خلال هذه الفترة، مما يجعلك تشعر بالتوتر والقلق، لذلك حاول أن تنظم وقتك وأولوياتك. عاطفياً تشعر بالرغبة في التعبير عن مشاعرك تجاه أحد المقربين لك، لكن تخشى التعرض للإحراج، لذلك حاول أن تتحلى بالجرأة وتأخذ خطوة إيجابية.